بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نجدد لكم التحية واللقاء مرة أخرى مع انطلاقة الشوط 15 الخاصة بفتح الأبكار الإجذاع ومسافة 6 كيلومترات الحاضرة معنا في صباح هذا اليوم ومع انطلاقة سن الإجذاع وسن الإبداع. نسير مباشرة إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط مع تواجد شعار هجن الشحانية من يتواجد على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط مع تواجد وانطلاقة سيوف من هجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الأول بينما التسلل والتغيير في هذه اللحظات مع شعار مؤسسة هجن الرياسة تتواجد الغزيل العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيب من يقدم لنا انطلاقة الغزيل على أول التحديات وأول الانطلاقات بينما المركز الثاني تتواجد سيوف من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا انطلاقة سيوف. المركز الثالث القادم أيضا شروق من هجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا انطلاقة شروق اللي بدورها تتسلل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الرابع تتواجد همس من هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا انطلاقة همس. المركز الخامس امسيكة من هجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل قادما بهذه التحديات المميزة. المركز السادس شواهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا انطلاقة شواهين. والمركز السابع هوايل من هجن الرياسة سعيد بن ظفر بن محمد العامري من يقدم لنا انطلاقة هوايل أيضا القادمة والمنطلقة. على المركز الثامن شواهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري قادما مع هذه الانطلاقة. مشاهدينا متابعينا الكرام بينما المركز التاسع تتواجد الشاهنية من هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي بينما المركز العاشر هنالك سلهودة من هجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع انطلاقة سلهودة. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات الكبيرة. نعود بحضراتكم إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول مشاهدينا متابعينا الكرام وهنالك شعار هجن الرياسة من يتواجد على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. الغزيل يقودها العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا انطلاقة الغزيل التي تسيطر على المركز الأول وتسيطر على صدارة هذا الشوط بينما المركز الثاني شروق هي القادمة من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا انطلاقة شروق من تحضر على مستوى المركز الثاني. والمركز الثالث سيوف من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا سيوف اللي تحتل المركز الثالث بينما المركز الرابع وصلت همس من هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا انطلاقة همس القادمة على المركز الرابع. المركز الخامس شواهين من هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا شواهين على المركز الخامس وأيضا شواهين على المركز السادس القادمات بهذه التحديات المميزة. المركز السابع هنالك من الجانب الأيمن شعار هجن الرياسة مع سلهودة والعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام بدأ يتقدم العملاق بدأ يتسلل من مركز إلى مركز أيضا القدوم مع شعار هجن العاصفة والشاهنية
والمضمر غياث الهلالي من يقدم لنا انطلاقة الشاهنية، وهنالك هوايل من هجن الرياسة، سعيد بن ظفر بن محمد العامري، والقادم مسيكة من هجن الشحانية، البرنس جار الله بن عقيل المري من يتابع انطلاقة مسيكة. أكتفي بهذا القدر وبهذه الأسماء، أعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاق الأول. الغزيل الغزيل من هجن الرياسة، والعملاق سلطان بن محمد بن سالم ألوهي بمن يقدم لنا انطلاقة الغزيل على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني وصلت همس من هجن الشحانية، يتواجد الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا انطلاقة همس اللي تسللت إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني تتواجد الغزيل بشعار هجن الرياسة. المركز الثالث شعار هجن الشحانية يتقدم الآن على مستوى المركز الثالث مع انطلاقة شروق جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، وهنالك أيضا القادمة والمنطلقة سيوف من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، قادم على المركز الرابع. الشاهنية بدأت تقترب من هجن العاصفة، والمضمر غياث الهلال قادما على المركز الخامس أيضا الوصول مع انطلاقة شواهين، وشواهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن الصدارة المقدمة مع همس. الانطلاق الأول مع همس، يتواجد الذهبي سالم بن فاران المري أبو جابر من يقدم لنا انطلاقة همس، والعصاف الأبطال بدون أي توامر تنطلق بناموس هذا الشوط. همس همس على المركز الأول، همس هجن الشحاني على صدارة الشوط. المركز الثاني وصلت شروق من هجن الشحانية، البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل قادم، وهنالك الشاهنية من هجن العاصفة غياث الهلالي هو القادم في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة المميزة. يا سلام العاصفة وهجنها على المركز الأول على صدارة الشوط بمتابعة المضمر غياث الهلالي. المركز الثاني شروق من هجن الشحانية، يتواجد البرنس. المركز الثالث وصلت سلهودة من هجن الرياسة، والعملاق سلطان ألوهيبي، ولكن العاصفة على المركز الأول بانطلاقة الشاهنية من هجن العاصفة غياث الهلالي. الله الله، القادمة شروق من هجن الشحانية، البرنس والأمتار، الأخيرة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، ولكن العاصفة وهجنها مع الفوز والانتصار. تهانينا تهانينا والناموس لمؤسسة هجن العاصفة على فوز الشاهنية بالمركز الأول، والمضمر غياث الهلالي. ثانيا شروق من هجن الشحانية، ثالثا ورابعا الغزيل وسلهودة من هجن الرياسة، وخامسا همس من هجن الشحانية. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مدريات وتحديات هذا الشوط. تهاني والناموس لمؤسسة هجن العاصفة وللمضمر غياث الهلالي على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني من مسافة 6 كيلو مترات 9 دقائق 11 ثانية، 6 أجزاء من الثاني تهاني والناموس. المركز الثاني شروق من الشحانية، 9 دقائق 11 ثانية، 8 أجزاء من الثاني. وثالثا شعار هجن الرياسة مع الغزيل بتوقيت زمني 9 دقائق. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من حضرت على المركز الثالث الغزيل من هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان ألوهي بتوقيت زمني 9 دقائق 16 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.